أسعد الله مساءكم بكل خير، كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين ومن ربنا قريبين. صلى الحبيب قال بطاطي الله عليه أفضل الصلاة والسلام. دودي تبغى نخرج اليوم ولا تبغى إيش تبغى بالضبط؟ نخرج عند عامر. أنت عامر؟ أنت يا أخي أنت ما تعرف تتكلم إنجليش؟ هذا طالع لي بموال جديد في المدرسة، ما يهرج الانجليش وجاي هنا يبي يهرج انجليش. اي حبيبي، ابوك ترى في الانجليش ليتلي ها ليتلي يعني ما في ليتلي ما في. انت بتتكلم انجليش؟ ايوه. اوكي خلاص، هو انت تكح بعدين تتكلم انجليش. لا 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 بعدين بابا. لا 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 الله يرحم لي والدك بعد. انا احب الانجليش. لا تحشر ابوك. لا انا احب الانجليش. انا ما احبه. انا احب الانجليش. تكفى يا دودي. والله احب الانجليش. تكفى لا تفشر ابوك. والله احب الانجليش. خلاص اوكي. الله مساء خير. الله يعطينا خيركم. قولوا امين. ايش تقول؟ احنا ترى عايشين كلنا مع بعض، يعني كذا كل واحد لوحده يسوي شيء. يعني انت تسوي هذا الشيء المناديل هذا والله تعبونا قسم بالله. والله تعبونا وانت معاهم. تعبونا وانت جالس جنب الشطة، ايش بك؟ مستني اكل؟ رجعت الثلاجة. جنبك انت كيف رجع؟ ثلاجة ليش ثلاجة؟ يا اخي مشاكل مشاكل مشاكل. لا تنحط برا عادي. تو متقدم انا. ما اكلت انا، انت اللي تغديت. والله العظيم تتقدم. لا اكلوا. تقول والله ما تغديت معاهم؟ اخر شيء قمت اول شيء. سامر صحيح، انت سمعت انه في ناس يتغدوا من وراك ولا عزموك؟ مو عزموني. هم صاروا يخرجوا كذا كانهم مو عايشين مع بعض احنا، ولا كانهم جايين عندي البيت. أوف. هم اوف، لكن مردود انا اوف 10 ايام ساعات جايين نايم حتى يستيقظ. كيف؟ النايم حتى يستيقظ. فايش النايم حب المزعج هذا من الادب يقول لك اذا انت انا رحت اشتريت دجاج كان راجع هو مدري ايش مشيها كذا انت مشيها بصوتك. بس اقول لك بعيد عن اي شيء، تراك ساد نفسي بالرب هذا. لك انا الروب هذا روب ترويج، هذا ابلح انت. قال لك سالفه نفسي. حبوب ايش رايك في الروب؟ لا ما اقول رايي ما صراحه. ليش مو رايك؟ مو تمام؟ اكيد منشفه منشفه. انتوا خليتوه روب انتوا منشفه روب. قول قول اعترف 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 بلا قول روب البنات. قول ما منشفه. ما اقول ما صراحه. انت ليش جالس تبرر؟ لانكم بزوره انتوا روب. خلاص عادي عادي روح روح. يا 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 ضحكتكم؟ قول يا حمار ضحك. يا 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 ليش تصرخوا على ابو علي؟ احسك والله العظيم انك مظلوم. للاسف كل واحد بيثبت نفسه قدامي انه هو اللي القوي. ايه للاسف انا قاعد اعاني من المشكله. وهذا دليل ايش؟ دليل يعني من الله قوه الشخصيه. شخصيه الحمد قوة. لله ما شاء الله. يا اخي هذا يمشي بس يضرب اي احد. شوف والله العظيم بس يضرب اي احد. كمان يلا فين احطها؟ بجيبي احطها. احطها بجيبي. حطوش يا اخي ازعجت وتعبت انا ما خليت احد ما ضربته. وانا ما كلمتك انا اكلم هو اذا في مدلل مو بنوم احنا. صح؟ الله يخليك. تنام عنده ويقروشك كل دقيقه مشكله. بابا سامو جيش تقولوا كمان قولوا له اخس عليكم اخس ناكرين حبيبي مسعود اكلوا تغدوا عليك فيهم مالك فيهم مسعود حنطلب ذبيحه من التطبيق. مشاكل مشاكل والله قرفتونا بالغلط. معليش يا اخي انت ايش تستشور؟ مين قال لك انك انت جميل وقاعد تهتم في وجهك وشعرك تجيبه على جنب؟ طيب لا تودد تكلم معي انا بس تعبنا منك وقرفنا خلاص. يعيش اسامه يعيش اسامه يعيش اسامه. ايش بك؟ اي والله انت اقول لك شيء اصارحك في شيء؟ اسمع خلي كل واحد يقول اللي في خاطره. يسوي مشاكل معانا ولا لا؟ ايوه ولا لا؟ بسرعه بسرعه سالتك بالله. شوف لا تخاف منه قول بده عند غيره. اسمع
اسمع اسمع سوا دخل فوق خلنا نقول راي لكل الغرفه. لا اقول كل واحد يبي يتبع على الكاميرا انا باجي جنبه اقول راي. يلا رايي خلاص يسوي مشاكل ايوه ولا لا؟ ايش يعني؟ اس او اس يلا حبوبة يسوي مشاكل ايه ولا لا؟ ايش؟ حقه بيته حقه ايوه. طب سألتك بالله ايوه والله عادي سألتك بالله جواب قال لك والله عادي لا ايوه سياسي الواد ده دبلوماسي بالجواب ايوه انا اضيف الكاميرا على احد خلاص خلاص اوكي انت لو قلت سألتك بالله سوى مشاكل ايه ولا لا؟ كله مغامر خلاص واضح ايوه انا اقول لك ايوه خلاص والله نكون ثلاثة فجأة يدخل والله نظام جديد اسألك بالله كيف دخلت والله ما ندري كيف دخل معك مفتاح الشقة حتى انت مين اعطيك يا انت لو صار بيننا المزيد والله جبت له الهم ترى انت والله ما ادري تعال 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 بالله دقيقة تعال لا 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 تفك والله قفل صار يقفل هذا كمان لا يا شيخ والله اخذت له كلام قسم بالله ترى انت تتونس احنا هنا ترى للضايق ترى الواحد يبغى يعيش حياته يعني لا عطور لا نظارات لا ساعات لا اديته مفتاح انت صرت تمزح توزع ولا والله ما اديته مفتاح ما ادري كيف والله والله يا ثامر ما اديته اعطاك مفتاح ولا لا 500 مين اشتراه ولا مين باعه اشتريته انت اشتريته ب 500 ايوه اشتريته اوه خش ريال عاد سر كله تقطعت معانا انت الحين حياك الله خلاص 1500 حقك تروح تمشي زوجتك فيها اصرف على مفتاح 1500 اعطيها ثامر وهو يطلع من الشقه الله يجيك حيا معلش بالغلط عبد الرحمن بالغلط يا اخي يا الله تحس حبوب شوف والله انه حنون شوف ما في دب مو حنون يا حبيبي شوف معي قام مو بس شوف قريب ترى مسوي زراعه جديد شعرك حقيقي ده والله جد طب ليه يفرق عند هذا ملمس صغير هذا انت زرعوا لك نسيك نحاس ولا والله هم ياخذوا الشعر من ورا لا والله ايوه وكيف كذا ويحطوه قدام هنا وطب هذا كيف كذا وهذا كيف كذا يفرق يفرق والله لا ازعلك يا ابو علي نلعب ساكتين بس والله لا ازعلك اسكت والعب اسكت انا بالفيفا استاذك طيب يا اخي بدون هرب انت تفوز عشان تهرب والله العب انت ساكت على مشهد حبوبه كم مره فوز على ادمي هذا حبيبي حبيبي هذا الآدمي حقانا عشان كذا أحبه ولكن أنت خصم ضعيف خصم ضعيف أنا يلا نبدأ المباراة وأوريكم كم النتيجة أنا مشهدكم تراك جبت هدف واحد بس يعني طيب سلم عليك بس شلومك حبيبي حياك لو اليد تراك جبت هدف والله لا انا عشان الهرجة الزيادة انا ما احب اوكي 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 يلا العب 3-1 باذن الله نقلبها تعال انزل قوي انت ها انزر حبيبي يا اسامة تفضل تفضل صور كيف حالك طيب فين اللي دومه انت حقي وين الكلام تفضل هذا صفر خلاص الاوت سايد انت اوت سايد قيمك ما يلزمني خلاص صفر تفضل شوف هنا تدري اني خليتك تفوز يا راجل يا هو تعرف ليش دومك تهايل لا لانه جاتني رساله من شخص غالي علي قال لك تكفى فوز اي والله انت قلبك ابيض اي فخليتك تفوز صادق صادق يا حبيبي ما ابغاك يعني تفرح هذه الحبوب تلعب ما انت واحد يعني مستواك تأدب بس تأدب وانت تهري صدق الجيم لك والله والله صدق والله يمكن من 20 جيم والله هذا الجيم الاول
يوي لا تحلف. يلا 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 اهدى اهدى اهدى. والله الى الان مو مصدق انه فاز علي. شوف شوف والله من قوة انه انت انا رحت احكي العيال على انك مقهور مقبوض انك انفزت والله العظيم. طيب اسمع كلام رجال تفضل. انزل جيم ثاني واذا فزت انت معلم فيفا. هل انا بالله استنى شهاده من احد انا معلم ولا لا؟ والله بلاش والله كنت اخذك رايح جاي. اطلبني بادب. كيف اطلبني؟ تخسى يا طيب هيا نقعد والله ناري ولهبت. طيب تعال يا ابو علي سمحت ممكن قال لا بادب زي الناس مو متونس ابغى بخشوع. ايش بخشوع؟ بصلي يعني انا لا استغفر الله يعني كذا كذا احترم نفسك لو سمحت اللي قدامك لو سمحت ابو علي لا تطلب دحين مودي مو رايق مودي مو رايق لك حبيبي. السلام عليكم. وش فيك يا اخي؟ يا اخي قل لي من اللي قاعد يقول لك سوي كذا؟ من اللي قاعد يقول لك سوي كذا؟ ابغى اعرفه تكفى. اسمع روح عند ثامر قل له انا بعيش عند اسامه. طيب خليه يعيش معك. لا 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 ما 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 مو الهرجه مو كذا. والله يعيش معك. لا الهرجه مو كذا هرجه مو كذا هو لا كان يفضفض لي بس يعني مو اكثر. ايش؟ ايش؟ خاله؟ اي والله العظيم. ايش بايه؟ خاله عايشه. لا ناكل عاد لا نشرب عاد مظلومين النوم على اسفل محبوسين تمام ومكتفين صح؟ اي والله العظيم يا اسامه ان النوم على بلاط ما يجيب لنا على بيئه؟ بلاط حتى مفارس ما يجيب لنا ما يدفع رمضان لو استقبلته شوف كيف والله صراحه والله انت وجهك ما يحزن وجهك ناشي بدون ملامح تدري ولا لا؟ وجهك مره ترى ينرفز اصلا بنعيش لا بنعيش عند اسامة لا 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 فلا هيروح مع اسامة روح اوف شفت طبعا هيروح مع اسامة شوف وجهك يا والله ما اخذه يا اقول لك يا حس فيه شكر وجهه وجهه يقهر ماذا؟ ماذا؟ لا تصور بعده كذا ابو علي تعالي الحين بسألك سؤال هل هذا اعتناء بالبشرة ولا لقمة العيش؟ صراحة الصراحة ايه هل هذا اعتناء بالبشرة ولا لقمة العيش؟ بالنسبة لي أنا؟ أيوه لقمة العيش طبعاً. الله تأشر له. أوكي. جاوبني بصراحة، هل هذا اعتناء بالبشرة ولا لقمة العيش؟ اعتناء بالبشرة. اعتناء كذاب. اعتناء إيه؟ لا كذاب متفقين على الإعلان ده. والله إنه وجهه يشبه البلاستيك. إيش اللي قالك مسوي فيها؟ مسوي إنه والله وسخ وجهه. لا دويل. يدرى اعتناء. اهتمام مهتم اول ما يصحى يحط ماسك ما يجي لنا الا بالماسك بعد العصر يحط الخيار ولا يا شيخ وجهه ما يغسل وقال لك اهتمام بالبشاره خلي خلي قل لي ما تكون صريح قل لي ترى بالبشره ولا قمه العيش؟ ها جناب البشاره يا ابني واضح وزاضحه انا وجهك بتعتنيبه اديني شيء سبب مقنع والله العظيم الله حلو الله حلو هي والله حلو تفوز لا تنعوا للمرة الثالثة أكون صريح معانا اعتناء بالبشرة ولا لقمة العيش؟ اعتناء بالبشرة طلعت الصرافة يعني أنت الحين مقتنع إنه إذا 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 تغير لونك تصير أجمل؟ والله يا خوي احنا نسوي اللي علينا الباقي على الله يعني يسعى الواحد عاد يسعى ربك كريم سؤالك يجرى اي تفضل هنا يا قول لي هنا الحمد لله شيء احسن من شيء يا خوي صالح اي والله انك صالح شاف مصيبه غير دون علينا يابت يابت